غالبا الواحد دلوقتي بقى بيستنى من اي حد الدعوة، يعني ببقى مبسوطة قوي لو حد بيدعي لي، وده اللي بيتميز بيه ده في فقرتنا النهاردة دكتور ماجد زيتون، أسطورة انقاص الوزن. الناس بتدعي له اكتر ما ممكن تدعي لاي حد تاني في اي حاجة، لان هو بيخلق طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى حياة، انقاذ من امراض، انقاذ من جلطات، انقاذ من روح انسان ممكن الروح تموت، مش انسان يموت، قصدي يعني ده تشبيه بما معناه ان انا خلاص مت يا جماعه، انا ما بقيتش اتحرك من بيتي، انا مش طايق اتكلم مع حد في التليفون، طب تعالى المناسبه الفلانيه انا مش قادره اروح، سيبوني سيبوني، روحوا انتوا وانا قاعد. احساس ان انا خلاص اتدمرت لما دكتور بقى يجي يخليني انا بالحيويه بتاعت زمان، بالطاقه، لو معايا اطفال صغيره اعرف اراعيها، اعرف اربيهم، اعرف اروح معاهم المدرسه، الطفل يتباهى بمامته او بباباه، ده اللي بيحصل من دكتور ماجد زيتون. انقاذ الوزن لما بيعدي معاه 150 و200 كيلو، في حالات بتروح له 350 كيلو، وانا طلعتها معايا قبل كده، وناس معروفه على فكره كسمعه وكشغل وقرايبهم وجيرانهم وكل الناس عارفاهم، ناس يعني طالعه تتكلم من قلبها تدعي بس الدكتور ماجد زيتون. خليكم النهارده معانا ونزود الدعوات لدكتور ماجد زيتون بالناس اللي هتروح له وتخس، واتمنى ان انا يعني اخد من الحب جانب يا دكتور ماجد. لا والله فوق دماغي كل عيشه. نورتنا دكتور ماجد زيتون، استشاري السمنه والتغذيه العلاجيه، ومدام رجاء فتحي اهلا وسهلا بيكي. من 125 ل 80 كيلو، ل 85 خسينا كام كيلو مع دكتور ماجد؟ 40 كيلو ما شاء الله. انت قلت لي اول ما دخلتي عليا كده انا لسه مكمله. لسه مكمله ان شاء الله. عارفه الكلمه بتاعتك فرحت لي قلبي. ليه بقى؟ انت فرحانه على الاخر. طيب مش الحلقه اللي هتبقى حلوه دي، ايه الفقره اللي هتبقى حلوه دي؟ لا انا مش هعرف اوصف لك السعاده اللي انا فيها. طيب مش هقدر يعني اديها حقها بجد يعني. خلينا ناخد خطوه خطوه. ايه اللي شجعك تروحي الاول لدكتور ماجد وبعد كده اشرحي لي بقى الخطوات كلها؟ والله حضرتك انا اصلا يعني جربت رجيم يعني الرجيم ده مع ناس مع دكتور تاني وتعبت، وفعلا تعبني وبجد تعب نفسيتي، وكان وشي دايما اصفر والله العظيم وكان شكلي مش حلو خالص. بس لما شفت الدكتور ماجد على التلفزيون يعني حبيت اجرب وكده، عجبتني الفكره وقلت اجرب يعني وكده. بصراحة لما من أول أسبوع يعني مع الكبسولة اللي هو بعد الفطار اللي باخدها دي مع الأكل مع نظام الأكل قفلت معايا الشهية. هي قفلت معايا الشهية فعلا. بصي حاجة تانية خالص يعني والله. طب صدقوني، طب أنا مش هفضل كل ما أتكلم يا جماعة أحلف، طب أعمل إيه يا دكتور؟ والله بتكلم من قلبي ربنا يعلم. لا حقيقي والله. أنت دلوقتي أنا شايفاكي أنت مش حاطة ميك اب. على فكرة أنا شاهدة إن هي مش حاطة ميك اب. الخدود ما شاء الله غير الصورة خالص، خالص. الصورة يعني وشك مصفر. أيوه ومفيش صحة. ده الناس أصلاً يعني عمالة تقول إزاي يعني بعد ما خسيت بالشكل ده ولسه إزاي بالشكل ده يعني مش كده يعني كل الناس دلوقتي بتحسبنا على تقول ده أنت بتزيد الجمال. أنا شايفة جوز حضرتك معانا بره وابنك قمر كده، ربنا يخلي يا رب ويزيد ويبارك. جوزك حس بإيه لما لقى مراته بتخس بس وشها حلو وأمور وبتصغر؟ هو فرحان، ده هو بيقول لي أنت تبقى بنتي بعد كده، انت عامله زي بنتي، انت دلوقتي عامله زي بنتي. قول لي يا دكتور ماجد، انت بتجي لك كل الناس من كل حته من كل الفئات وكل الاعمار، احساسك بيتجدد مع كل حاله زي كده. بص ايه الحاله بقى، اشرح لنا حالتك معاها. بص هقول لك حاجه، يعني انا هتكلم كلام عام وهتكلم على رجاء. اي حد بيخش لي الكشف معايا بغض النظر يعني اول حاجه بقولها له، اول ما اقول له السلام عليكم السلام والابتسامه والبشاشه وكان عندي خلاص بيبقى عندي ثقه ان كل الوعود اللي حددها له ان شاء الله ربنا يحققها بالتزامه طبعا ونجاح المنظومه اللي بشتغل بيها. فبقول كلمه حلوه قوي العين بيفرح بيها، وانا دايما بقولها لكل العيانين، كل العشم اللي جواك بما يرضي الله وانت جاي لي ومتعشم في اخوك او ابوك حسب طبعا المرحله السنيه معايا او اختي، انا ان شاء الله بالتوفيق من هحققه لك. الكلمة دي بحس العيال كده ابتدى ايه يخش معايا ايه حالة نفسية من الارتياحية والمصداقية اللي انا بقولها. كل العشم اللي جواك بعد ربنا سبحانه وتعالى ثم لاخوك ماجد زيتون او اختك اسمه ده لاختي مثلا ان هنشفك ونشف كلمتي المعروفة يعني. بس اسمعي كلام، ان مصداقية الادوات اللي بديها بخبرة او بعلم سنين طويلة قوي، انت ولا اول حاله ولا اخر حاله صح. معايا واقول دايما الحالات تتحدث عن نفسها. اكتر حاجه اللي انا دايما باكد عليها ودي اللي جايز بتبسطني قوي زي ما بتقول رجاء، انا رحت لسين من الناس
بهدني وانا بخس، معايا الوش الاصفر والهبوط والكلام ده، مش ده اللي حصل؟ حصل والله. انا ما كانش اضيف لصحته، حتى لو نازل معايا 100 كيلو، معايا الوش الاحمر والجلد المشدود والنضاره، وده التميز او الانجاز الحقيقي في مصداقيه اللي انا بديه، ده اللي بيفرحني فرحة الدنيا. لو حضرتك يعني صحه، يعني الاول لما خسيت الاول كان دايما ايدي بتترعش، مع 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 ثواني احنا ندقق بس، لما خسينا مع دكتور تاني، لما خسيت مع دكتور تاني ما كانش في صحه، ما فيش صحه، ايدي بتترعش، ما فيش نفس كده، حاسه ان دايما عندي هبوط وجعانه بجد والله. لما خسيت مع دكتور ماجد بجد حاسه ان انا يعني كل النشاط. انت منين يا رجاء؟ احنا من القناطر. من القناطر. عارفه لهجتك حلوه قوي، انا عكسك. لا ما بتكلم بجد، انا بحب يعني الفطره. بتقول لك انا ما كنتش عندي صحه، عارفين يعني ايه رعشه في الايدين؟ يعني الاعصاب ضايعه فعلا، صح خالص. طيب وبتقولي ان كنت ببقى جعانه مع دكتور ماجد ما فيش جوع؟ لا خلاص، الشهيه بتاعتي انا اول ما رحت المركز عند الدكتور ماجد اول حاجه قلتها لهم ان انا بحب الحلويات. يعني اكلي سكريات كتير يعني؟ لا ده انا قلت لهم ان انا بحب الحلويات، انت تعرفت تمنعوني من حاجه زي كده؟ قالوا انسي الكلام ده، تحدي بقى، انت داخله تحدي معايا. هجرب اشوف. صح. وفعلا والله من اول، مش عارفه، مش هقول لك من اول يوم، من اول يوم، من ثاني يوم لقيت شهيتي فعلا بتكفل على الحلويات وعلى الاكل كله. هي في كلمه شهيره، وحابه الموضوع. وحابه الموضوع، يعني انا حابه الموضوع. في كلمه شهيره عند دكتور ماجد بيقول ايه، وانا كنت اول مره ما اسمعها بصراحه خلتني انا اقول له طب ما تفهمني انت بتعمل ايه. قال لك انا من تاني يوم تحس انت واكل تورتايه، الكلمه بتاعته الشهيره. فاهو اكلي حلويات، يعني مالكش حجه، بتاكل كتير او بتاكل بالليل، اكلك مش منتظم، بتحب الحلويات مثلا زيها، اي نوع من انواع التخنه او السمنه المفرطه عندك، ما فيش حد يقول لك اصل انت صعب، اصلي عندك مقاومه انسو، اهو بتاكل سكريات بس. ممكن اضيف حاجه بس قبل الكلام رجاء؟ الفكره زي ما قلت لك قبل كده، يعني برضو انا هتكلم بس على شقين. اولا حته ان اخذ الدايت من سين من الناس بهدل، انا دايما اقول كلمه وقلتها مرارا وتكرارا، الرجيم الخطا والدايت اخطر من العمليات. ممكن ينهي حياه البني ادم من اول فشل كلوي، الفشل الكلوي والسقوط في الكلى، ان اللي هيخش بقك بغض النظر انه خضار وسلطه ممكن يموت العيان. عشان كده قلت لك رجيماتي مختلفة. تركيبة الرجيمات كومبليتلي مختلفة عن أي دايت ممكن بتعمليه. وده اللي مديني أنا سمعة إن إزاي بمصداقية اللي بديه، عيان خس 100 كيلو، الوش الأحمر، النضارة، وده اللي بيخليه يكمل معايا، يعني فاهم النقطة دي؟ نفسي عيان يسألني ليه الناس بتكمل معايا بال 70 و 80 كيلو ولا 40 وال 50 و 60 كله. إن دخل بقه علم، العلم يضيف للصحة العامة، وجايز ده تميز الدكتور ماجد زاتوه في الحتة دي. وصلت طبعا. فانا عشان كده دايما اقول كلمه بس عشان نستفيد من الحلقه، ان كل كلمه هقولها او كل اكله هتخش بقك اي لوم انا مسؤول عنها، فاياك تشيلي حاجه من الايه، من اللي بكتبها. صح. اياك تغيري في الدايت اللي بكتبه، اياك تغيري دايت مكان دايت، ان بكتب سلسله ناجحه من الانظمه الغذائيه. اذا عارفه زي المهندس كده يا ميري اللي بيبني عماره 100 دور، مش بتاع 5 ادوار. صح. فاعرف الدور الاول احط كذا، الدور الثاني، الدور العاشر، ال 14، بس الاساس ايه؟ مظبوط، ناجح. ناجح حتى لو الارض بور. يعني ايه الارض بور؟ يعني اللي جاي لي حرقه ضعيف، اكتئاب، عزله، وحده، مقاومه انسولين، عنده مشاكل في الغده الدرقيه، مفيش حاجه توقف شغلي. ان استاذ متخصص في هذا المجال، مفيش تحديات بتوقفني ان شغلتي اطلع الناس وقف السنه بكل مشاكل السنه، طالما في علم حقيقي، يعني مش ورق بيتوزع ويظهر عنه مشاكل زي اللي انت بتحتاجها عندك. مدام رجاء، مين اكتر حد فرح بنزول وزنك غير طبعا جوزك ماجد زيتون اللي قال لك اكيد طبعا يا دكتور؟ قال لك انت هتبقي بنتي بعد كده اكيد بقى، عيلتك، جيرانك، قولي لي بقى، اشرحي. اخواتي ووالدي والناس كلها، والله العظيم الناس كلها قالوا لك ايه؟ كانوا شاكين ان انت مثلا تعبتي في يعني نزولك ده مثلا؟ لا، هو لما انا رحتي عملتي عمليه كده الناس كلها اتفاجئت، ده ايه ده؟ انت عملت كده ليه؟ بجد. طب انت وصلتي بقى كده ازاي؟ صح، انت وصلت كده ازاي؟ ولسه انا من كتر يعني بعد ما شاء الله بجد، يعني انا بدل الدكتور بجد دعاء والله العظيم، الله يخليك، بجد بفضل ادعي له كتير عشان خاطر بجد، ومش عارفه اوفي له حقه والله العظيم. الله يخليك بجد والله، لان بجد يعني انا العلاج اللي هو العلاج اللي انا باخده ما تعبنيش.
في حاجه يعني دوكها اثر عليا. بعد كده انا كشفت اللي هو الدكتور الاولاني ده، الناس كلها عارفه عندنا في البلد بتاعتنا ان انا فعلا بعد ما خلصت رجيمي الاولاني بقيت اكشف يعني على حاجات معدتي وعلى دماغي. تعبتي بقى جت وضعفت وبقيت اكشف مع مخ واعصاب وحاجات كتير. الدايت الغلط ما شاء الله يعني مع الدكتور ماجد والله العظيم دلوقتي الشهيه عندي مكفوله وصحتي حلوه ودايما الناس شايفاني كده حلوه، هم بيشجعوني والمقابله عند الدكتور ماجد في العياده تفتح النفس كده الواحد يروح. انا والله العظيم يعني في المقابله يعني انت كلامك قمر الله يخليك ومن احلى الحلقات صدقني. اه لا بتكلم بفطرتها وطبيعتها يعني. خلينا نشكرك ونشكر دكتور ماجد، وانا كنت اتمنى طبعا ان الوقت يطول وطول، بس هنشوف طبعا كده حالات كتيره لدكتور ماجد زيتون معانا، هنشوف المراكز بتاع الدكتور ماجد عامله ازاي شكلها ايه، نتعرف على شويه كده حاجات لدكتور ماجد زيتون. بس بعد ما نشكره طبعا على وجوده معانا ونشكر دكتور ماجد زيتون استشاري السمنه والتغذيه العلاجيه، بنشكر مدام رجاء فتحي انت نورتينا ودايما في الخير مع دكتور ماجد زيتون، وهنرجع لكم بالتاكيد اكيد في فقره جايه ان شاء الله. عارفين كده ان دكتور ماجد بينزل كميات كبيره قوي في فتره قليله بلا جراحه بلا مضاعفات ولا جراحه ولا تكميم ولا بالون ولا قطع عمليات ولا تخدير، وده معناه المنظومه اللي دخلنا عليها. كان البروتوكول بتاعنا مع دكتور ماجد زيتون كده، عايزاكي تتكلمي عنه، عملتي ايه؟ مشيتي جلسات ازاي؟ عملتي دايت ازاي؟ خدنا ادويه ولا لا؟ طب اول سؤال، خدت ادويه؟ خدت ادويه. كانت عامله معاكي ايه؟ لا كويسه جدا. ما اشتكيتيش من اي حاجه في الادويه صح؟ طب وتضيف لصحتك؟ كان في فيتامين حتى فارق في الوش، في نضاره لسه في الوش، رغم ان احنا نازلين من 100 كيلو ل 60. ايوه صح؟ طيب عملنا جلسات ولا لا؟ خدت جلسات عملت واحده. وفرقت معاكي؟ فرقت جامد في المقاسات؟ بصراحه. اوكي. بالنسبه للدايت، هل كنت حاسه ان في بقيت اكل ممل ما كنتش قادره تكملي؟ لا بالعكس بقى، كان حلو قوي السناد. كنت بتاخدي السناكس مش ملتزمه بيه، ودكتور ماجد متميز من الدكاتره المتميزين في حته السناكس. صح؟ كانت فرقت جدا معاكي صحيا كمان، انا بضيف في شعري بشرتي ولا بحس بفوع ولا حاجه يعني. لا طيب حلوه قوي حلوه قوي. كنت بتتابعي ازاي يا استاذه رضا احكي لنا؟ بتابع على طول كل اسبوع. كل اسبوع كل اسبوع عادي. تابعت بقى مع حضرتك من الاخر. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. طيب قولي لي انت دلوقتي في مرحله التثبيت صح؟ ايوه. وبقى لنا قد ايه في مرحله التثبيت؟ بقى لنا قد ايه؟ ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع. طيب هايل هايل، ولسه هنكمل ان شاء الله لحد ما نوصل للي احنا عايزينه، التارجت اللي احنا عايزينه، وبعد كده ايه؟ هنشوف حضرتك كده على طول برضه متنورينا، ومش بنسيب احنا الناس اللي بتبقى البيشنت بتوعنا، مش بنسيبهم ابدا لحد ما نوصل معاهم لدار الامان. بصراحة دكتور ماجد أنا فرحانة جدا لأني جربت رجيمات قبل كده وفشلت فيها بصراحة. بصراحة هنا منظومة صح يعني، متكاملة بصراحة. ميرسي ميرسي ليكي حضرتك جدا. ده الانجاز عندنا مراكز دكتور ماجد. دي مدام فاطمة عمرها 67 سنة، كان وزنها داخل على 100 كيلو تمام، الكلام ده من 4 شهور ونص تقريبا او 4 شهور بالمنظومه الناجحه اللي بيديها، بغض النظر عن حجم جسمها وحجم البطن طبعا، بالدايت بالعلاج بالبروتوكول الناجح اللي بيديه. ادي مدام فاطمه دلوقتي ما شاء الله 60 كيلو يعني. مراكز دكتور ماجد زيتون مش بس الاجهزه والتقنيات اللي فيها، مش بس دكتور ماجد زيتون، لا جواها فريق كامل من اطباء ودكاتره هم مميزين، هم دكاتره بجد بمعنى الكلمه.
دي شكل سارة من شهرين او شهر ونص مش كده؟ اه معايا كانت 108 85 دلوقتي 85 ولسه الفرق ايه؟ واضح معايا وانا وعد مني ان هنوصل لكام؟ 60 ان شاء الله ودي شهرين كمان ودي شهرين وتبقى سعاده ليكي ونجاح ليا وادي ثقه في مجال علاج السمنه ان في مراكز محترمه علاج السمنه قليله في مشكلتها يا رب تحسني بخير يا رب الله يخليك الله يخليك الله يخليك. ده الحاج مغربي من 5 شهور كان وزنه 110 كيلو وسنه 69 سنة الصورة واضحة تمام. ادي الحاج مغربي بعد 5 شهور بقى وزنه 69 كيلو من 110 او 112 ل 69 الله اكبر مبسوط جدا يا دكتور معايا. ده الحاج مغربي اهو. والله من احلى التجارب اللي عدت عليا في الدايت في حياتي كلها بصراحه. عملت كذا مره بس ما نجحتش معايا. اول مره تنجح معايا بالجمال ده وانا مرتاحه نفسيا كمان. اما جات لي من 4 شهور كان وزنها 140 كيلو، عندها سكر، عندها ضغط، عندها كوليسترول، محبوسه في قفص من الدهن. الوزن دوت بعد 4 شهور النهارده وزنها 100 كيلو. بقى وزنها كام؟ 100 كيلو. 100 كيلو. دايما انا بقول نجاحي مع الحالات الصعبه اللي هي الناس كبار في السن اللي بيبقى عندهم مشكله في الحرق وتكسير الدهون وزي اكبر جسم الناس الدهون وبتقع في مشاكل صحيه عندك زي عندك سكر. حلو. انا بمشي دلوقتي نشيطه جدا وحركتي زي الاول. يا مساء السعادة على كل المشاهدين برنامج 7 دكتورز. ايه حكاية الأعصاب الطرفية والضفيرة العصبية؟ يعني الموضوع بقى محير لدرجة ان الناس بقت بتتصل بيا وبتسألني طب احنا عايزين نعرف اكتر، لان الموضوع بقى فيه اختلاط رأي شوية. طب هل الضفيرة العصبية متحكمة في ايه بالظبط وهل مكانها فين؟ لان مش كل الناس عندها الثقافة والعلم وواصلة للمعلومات الدقيقة دي، لان احنا عارفين الضفيرة العصبية الموضوع دقيق ومهم ومش اي حد يشتغل فيه. يعني لما يكون عندنا دكتور هو سافر الهند ومسافر امريكا ومسافر برا مصر كتير عشان يوصلنا لاعلى نسب نجاح في عمليات الضفيرة العصبية، لا يبقى الموضوع هنا لازم نلتفت له. لما يبقى في أطراف عصبية عاملة مشاكل كتير مع الناس وهي قاعدة بالحالة اللي هي فيها دي وما بتتحركش، لأن هي مش عارفة إن العلاج بقى سهل وبسيط والعمليات بقت مناظير.
يعني غير الاول، الاول كنا بنخاف من العمليات الجراحيه، دلوقتي العمليات معظمها بالمناظير، يعني انت ممكن تخرج في نفس الوقت. الدكتور اللي كان زمان ممكن يعمل عمليه في 6 ساعات دلوقتي بيقول لي انا بعملها ميري في 4 ساعات وساعات ساعتين. طبعا هنعرف منه كل حاجه بتبقى تاخد قد ايه وقت، بس احنا ليه نقعد من غير ايد بتتحرك؟ احنا ليه لو تعرضنا لحادث لا قدر الله يعني ممكن نقول خلاص احنا حياتنا اتدمرت كده؟ لا، في حاجه اسمها علم وطب، وفي نقل اعصاب وفي نقل عضلات. في ناس ما بتتحركش يبقى بتتحرك، في ناس قاعده سنين فاكره ان خلاص انا حصل لي شلل في الايد دي، او خلاص الايد دي وقفت او رجلي دي وقفت، خلاص كده انا اسلم امني لربنا. طبعا هنسلم الامر لربنا، بس هنسلمه برده للدكاتره الشاطر، الدكاتره اللي عندها علم. واللي انا دايما بقول يعني في وقت قليل قوي خد نجاح كبير جدا، والنجاح ده مش من قليل، لان احنا في مصر بنقول لبعضنا او في الاوطان العربيه يعني لو دكتور ناجح بنقول لبعض. انا ذات نفسي لو حد ناجح حتى لو عندي تخصصات كتيره، بس انا اكيد لما ارشد حد مش هخليه يدعي عليا، اكيد هخليه يدعي لي، فانا هقول له مثلا دكتور فلان ناجح في النقطه كذا، فهو خد الشهره الكبيره دي في فتره قليله قوي. خلينا نعرف منه ايه اسرار النجاح دي، وايه العمليات اللي كانت صعبه ودلوقتي بقت سهله، ويعني ايه مريض ما كانش بيتحرك ممكن نخليه يتحرك طبعا بعد مشيئه ربنا. بس خلينا نرحب بوجوده معانا للمره اللي مش عايزه اقول يا دكتور الخمسه باذن الله. دكتور باهر مدحت لبيب، دكتور جراحه ومناظير المخ والاعصاب والعمود الفقري والجراحات الميكروسكوبيه ومناظير الاعصاب الطرفيه بكليه الطب جامعه الاسكندريه. مش عايزه اقول خمسه عشان ما يقولوش بتخمس وشي بس نقول من يعني الحمد لله النجاح اللي حضرتك وصلت له. وطبعا بتفرحني لما تقولي انا لسه جاي من العياده وفي ناس جات لي من اسيوط ومن اسكندريه ومن كل مكان بره مصر. فالحمد لله كده يعني في مشاهده جميله طبعا من قناه النهار، وطبعا الف شكر طبعا لشاشه النهار. قول لنا يا دكتور لو عايزين نشرح بقى للناس اللي عايزه تفهم اكتر عن الضفيره العصبيه، هي فين وقد ايه دقيقه وحجمها قد ايه وبتتحكم في ايه؟ طيب هنتكلم ببساطه كده. اول حاجه اي بني ادم فينا عنده ضفيره عصبيه اللي هي مجموعه الاعصاب اللي طالعه من رقبته وبتوصل الكهرباء والحركه لدراعه. اوكي دي واحده. طب ممكن نشاور فين بتبقى في واحده الرقبة؟ واحده يمين واحده شمال او يعني في ديفرتين يمين وشمال، واحده يمين رايت وليفت. اوكي واحده شمال. دي مجموعه بتطلع من الاعصاب زي الشجره. خمس اعصاب من اول سي 5 لحد تي 1 بدون دخول في التفاصيل، مسؤول عن كل حركه في الدراع. اوكي من اول الكتف لحد الكوع لحد الصوابع لحد الاحتياس. في مليون سبب انها يحصل فيها اصابه، سواء امراض زي الالتهابات زي الامراض الوراثيه زي الحاجات بتاعه دكاتره العصبيه اللي هي الام اس او يعني في مليون مرض تاني بدون الدخول في تفاصيل. التهابات او السكر يعني. لا احنا عايزين ندخل في التفاصيل. ما مش قصدي يعني انا هتكلم عن كله وادخل على الجزء اللي يتعلق بينا اكتر كدكاتره جراحه اعصاب. بالنسبه مثلا للالتهابات، السكر، الموتور نيورون ديزيز، اي مرض بيجي مثلا جوه قلب النخاع الشوكي ياثر على الايدين والرجلين. حل. سواء ياثر عليهم زي بعض او ياثر على كل حاجه بصوره مختلفه. جلطات يعني المخ يعني امراض في النخاع الشوكي او جلطات. أوكي. المخ تاثر على نص اليمين او الشمال. كل ده برضو بيأثر على الحركه. نمره 2 الحوادث بكل انواعها، سواء حادثه نتيجه اصابه بآله حاده، سكينه، مسدس، رصاصه، وقع من دور عالي، وقع من شجره. لو في بيبي صغير واحد اتشد وهو بيتولد اللي هو ملخ الولاده. ليها بقى 3-4 او اشكال. اللي ياثر على الايد، اللي ياثر على الكتف، اللي ياثر على الدراع كله. طب احنا قلنا احنا عندنا ضفيرتين يمين وشمال. اكيد في كل جزء من الضفيره في جزء ماسك الايد وفي جزء ماسك الرجل. هي زي كابلات بتتوزع بطريقه معينه. كل كابل بيروح لعضله، كل كابل بيعمل جروب ويدي مجموعه من العضلات. لو حصل في اصابه في واحد معين بيأثر على المجموعة دي، لو حصل في 2 بيأثر على 2، لو حصل في 5 الدراع كله بيبقى ملوش أي حركة. يعني لو ولا حركة حصل ولا خلل في أجزاء منها ممكن يخلي الحركة بطيئة، ولكن في 5 كلهم خلاص الإيد بتقف. أوكي. زمان والرجل؟ الرجل نفس القصة. مع الفرق إن الضفيرة دي بتبقى طالعة من الفقرات القطنية وبتغذي الرجل.
اوكي. بالنسبه للدراع وانا كنت اول واحد جراح مخ واعصاب في مصر اخد الموضوع ده، وسافرت اتعلمته جوه مصر وبره مصر. والحالات هنا كتير يعني. خدت كمان اتدربت اكتر بره مصر، كان هند ولا امريكا؟ امريكا عند احسن واحد، احسن مراكز في امريكا بيشتغلوا الحاجات دي. وفي الهند وفي المانيا برضو اتعلمت كمان المناظير. طيب في نفس الوقت العمليات دي زمان ما كانش حد بيستعمل دراعه عشان هي صعب، هي في الاعصاب. انا بدل ممكن بدل ما اصلح حاجه ابوظ حاجه، صح كده؟ هي دي عمليات ما هيش وان ترايل، مره واحده. اوكي. يعني هتفتح وتوصل العصب وتعمله، اللي وراك مش هيبقى عارف انت عملت ايه. لان دي كابلات كهرباء بتتوصل. ف دي اصعب حاجه في الحالات دي، ان لو اي حد جالك حد عيان مفتوح قبل كده من حد تاني وما بيعرفش يشتغل العمليات دي كويس، هتبقى دخل عين في مشكله، وانت نفسك هتشتغل وهتعمل عمليه تاني وتصلحها، بس مش زي الحاله اللي لسه، مش زي الحاله الفريش. لو جات لك في اول مرحله ليها بالظبط. مهما كان، دي عمليات جراحات الاعصاب عموما، مش الضفيره بس. اوكي. طب احنا قلنا حد ممكن حد حادثه وقع من حادثة، دور سكينه، مسدس. الناس اللي بتشتغل بالسنيور متهيألي الحاجات اللي بتحصل لا قدر الله كده مفاجاه او يعني بالزبط. ما بيبقاش عاملين حسابها، ده مره واحده يجري يتوجه على دكتور المخ والاعصاب، جراحات المخ والاعصاب. بالظبط. هو العمليات دي اول جراحه اعصاب اتعلمها كنت انا. في بقى دكاتره تجميل، وكان في دكاتره عظام، يعني العدد يتعدى الصوابع اللي بيشتغلوا العمليات دي في مصر. المهم بالنسبه للضفيره ليها عمليات كتير قوي بتتعمل، الهدف منها في الاخر ان العين يرجع يحرك دراعه، بالذات انه يعرف يتني كوعه او يقدر يرفع كتفه او يحس بايده. طب عشان ما يتحرقش، هو اهم حاجه الكف الايد، وان هو يعرف ياكل يمسك حاجه. بيتعمل له عمليات لو هو ما بيتحركش على مراحل قدام، بيتنقل عضله من الرجل. اوكي. يعني لو دراع رجع يشتغل تاني بيتاخد عضله من رجل العيان، عضله زياده ما يعني ليها وظيفه، بس في عضلات تانية تشيل وظيفه بتاعتها، وتتوصل بعصب وشرايين وريد وتتعمل اي وقت، وتتوصل بالايد بالاوتار عشان يقدر يحرك ايده الى حد ما. طيب خلينا ندقق في عمليات نقل الاعصاب او العضلات، بس خلينا نتكلم في نقطه بعد اذن حضرتك. وحضرتك بتتكلم قلت البيبي اللي بيتولد اللي هو بيتسحب بطريقه غلط، ملخ الايد في الولاده او الرجل ولا ايد بس؟ لا ايد. مين الايد؟ حلو. ممكن رجل بس. اللي انا عارفاه طبعا، وان ده طبعا الله يكون في عون الام والاب، لانها حاجه موجعه جدا، ان دي بتبقى اعاقه دايمه، وبتبقى الغلط فيها طبعا الدكتور وهو بيولد، او لا قدر الله يعني لو حصل اي حاجه ثانيه. نقدر نعمل للبيبي ده ايه بسرعه؟ يعني لو حصل كده في الولاده، الام دلوقتي اللي بتشاهدنا تعمل ايه؟ ولا حاجه، هتتابع مع دكتور وتعمل رسم اعصاب وتعمل يعني هتيجي لحضرتك هي تعمل هي رسم اعصاب. هو تيم. دكتور مخ واعصاب، دكتور عظم، دكتور رسم عصب يعمل رسم عصب، ودكتور علاج طبيعي. بالذات الاطفال دول النتائج فيهم بيتحسنوا كتير عن الكبار. الطفل قابليه الجهاز العصبي انه يرجع يتحسن اسرع كتير. ف يعني طب قول لنا، الام شافت الموقف ده، جات لحضرتك عملت رسم العصب، ايه اللي بيتم بعدها؟ هيعمل علاج طبيعي ويتابع كل شهر. مهم قوي جدا المتابعه، عشان لو ما اتحسنش يبقى له عمليه. هنعمل عمليه بس الايد بترجع زي الاول؟ ما نقدرش يعني نقول هترجع 100%، بس يعني بس لو رجعت 60 70 80 حلو قوي. احسن من مفيش. طبعا طبعا. المهم ان هي مش هتكون مسببه اعاقه للطفل ده او تعب نفسي كمان خالص. اهم من الاعاقه. طيب ننتقل على لسه كانت عندي حاله النهارده جايه لي من ليبيا، نفس القصه دي. من فين؟ من ليبيا. من ليبيا. بره مصر. طب اشرح لنا الحاله. نفس القصه، ملخ ولاده وتحسن فيها اجزاء وما تحسنش اجزاء، والطفل عمره دلوقتي 6 سنين، فده بيبقى عنده حركات كتير قوي رجعت. بس اللي بقى باقي مثلا محتاج نقل اوتار، نقل حاجه زي كده عشان يوصل لاكبر تحسن ممكن، احسن نتيجه. يعني ممكن نعملها على اجزاء، نقل اعصاب، نقل اوتار، عشان اعصاب واوتار وعضلات وكل حاجه. المهم ان احنا بنشوف الحاله. طب احنا معانا صور، خلينا نشرح فيها ايه اللي بيتم. اتفضل. ده كان عامل، ده كان توتال، ده كان دراعه كله ما بيتحركش. عمل عمليه نقل اعصاب الضلوع، باين جرح كده جنب صدره.
نقلنا اعصاب الدلوع لدراعه وبعد كده ابتدى يتني كوعه ويرفع كتفه. اوكي ده حصل نقله اعصاب الدلوع اللي هي الدلوع، خدنا اعصاب من الدلوع بناخد ثلاثه نوصلهم عشان يتني ايده، ونفس الثلاثه ليهم فروع ثانيه احساس عشان يحس بايده. ادي الرسمه اهي، لو الصوره دي بالميكروسكوب متكبره حوالي 10 مرات. اوكي باين زي مثلث من على الشمال، واحد اثنين ثلاثة. اوكي متوصلين بكابل عريض، يعني ده اللي بيتني كوع ودي اعصاب الدلوع. في خلال سنه ممكن يكون بيتني كوعه تاني. حلو قوي. طيب ومعنى انه يتني كوعه انه يقدر يشيل كيس بيه او حاجه، يقدر يتعامل لحد خلاص. 5-6 كيلو يعني ايديه مش هتبقى واقفه بمعنى اصح. اللي بعده لو كان فيه كمان. طيب معانا صور تاني. اوكي ده عمليه بتتعمل برده في الرقبه، نقل عصب. بناخد العصب اللي بيرفع الكتف شويه، ناخد فرع منه نوصله للعصب اللي بيعمل ايد كده وكده. حركه الايد دول اهم 3 حركات هترجع للمريض. يعمل دراعه كده، يعمل دراعه كده، يعمل دراعه كده. اوكي اوكي. هو للاسف انت ما كنتش معانا على الشاشه، بس هنشرح تاني وحضرتك معانا عشان معانا الصور. ادي دي بعد ما وصلنا العصب بالخيط. وادي اللي فاتت كانت قبل. اوكي يعني اللي فاتت دي قبل دي بعد. احنا خدنا من اعصاب اللي بيرفع الكتف، اللي بيرفع الكتف عند الرقبه وخلينا نقلنا اهو كده معانا. ادي هو نفس القصه. الخيط باين زي الشعر باين. ده زي بتاع الكاتركت اللي هو العشرة زيرو اللي معانا. نقلنا الاعصاب على اساس ان الايد تتحرك. يمين وشمال. تمام. طيب حضرتك هتكون دلوقتي معانا على الشاشه، معلش نشرح تاني احنا. أوكي. اللي احنا قلناه، انت قلت لي الايد تبقى كده وكده. هو 3 حركات اهم حركات مطلوبه. اوكي المريض يتني دراعه كده. حلو. ودي اهم حركه. اوكي واكتر واحده بتجيب نتيجه. نمره 2 يرفع دراعه كده. اوكي نمره 3 يعمل دراعه كده. بس مع ده الاصابع ويحس. بتتحرك ويحس. لو صوابعه ما بتتحركش قدام شويه ينقل عضله من رجله يوصلها لايده عشان يقدر يتني صوابعه. حلو قوي. يبقى هو كده اولموست راجع له اغلب الوظائف، وممكن مع حد عظام يعمل تثبيت مفصل. لو ثبت المفصل كده يقدر يستعمل صوابعه احسن ما تبقى ايده عامله كده. يعني المهم ان احنا في كذا طريقه، هي مش طريقه محفوظه وبنمشي عليها، ولكن احنا بنشوف ايه اللي هيصلح للمريض. بالبلدي كده عارفه زي الترزي. بتفصل. ايوه بالظبط. بتشوف ايه اللي ناقصه وتفصل له عليه الحركه اللي المفروض يجيبها، واوتوماتيكلي في بلانز وفي خطط وفي عمليات لكل ده. ده ليه كذا، ده ليه كذا، ده ليه كذا. المهم في الاخر نوصله ان ايديه ما تبقاش واقفه، ان يعرف يتحرك لو في شغله يعرف يمارس. صح. حياته الطبيعيه وما نوقفلوش حياته. طيب الاطراف العصبيه، الاعصاب الطرفيه والاعصاب الطرفيه. اوكي ايه عندنا حاجات كتيره بتتعمل سواء اصابات يعني حادثه او قطع عصب او ايا كان. وعندنا اختناق. وعندنا التهابات. حلو. الالتهابات دي زي اللي عنده سكر او زي اللي عنده امراض في الاعصاب الطرفيه، وبياخد لها علاج وبيظبط السكر وكده. بيحس بايه؟ بيحس ان اطرافه تنميل او ومش حاسس بيها. تنميل ما يحسش بيها، ممكن يمشي على الارض يتشك بدبوس او حاجه وما يبقاش حاسس ان هو داس على حاجه اصلا. بالزبط. بتحصل ناس كتير قوي اعرف ده بسبب السكر، بالذات السكر اللي مش مظبوط، او انواع كتير من انواع التهابات الاعصاب الطرفيه. نمره 2 عندنا الاختناق. الاختناق ده اي عصب بيعدي حوالين اي مفصل. اي مفصل وارد ان هو يتخنق. يعني ايه يتخنق؟ يعني لو النسيج العصب مشي تحته تخنه مثلا قد صوابعي، لو بقى دبل هيدوس عليه هيبدا يعمل تنميل، هيبدا التنميل يزيد شويه، التنميل يروح شويه، العضلات تخس شويه، يحصل ضمور في العضلات. حلو. ساعتها المريض يضطر برضو يعمل عمليه، بس الفايده بتكون راحت، لان دايما في العمليات بتاعتنا ما بنستناش لحد ما المريض يحصل له ضمور ونقول له تعالى اعمل عمليه. أوكي. ده كونسبت غلط وموجود للاسف عند دكاتره كتير. يعني لسه كان عندي امبارح واحده جايه عندها العصب مخنوق بقاله سنتين وابتدت العضلات تخس وراحت لحد يعني ايا كان مين. الاكتر خنق الاعصاب السيدات عشان بتشتغل بالزبط. كتير بايديها، ولا الرجاله برضو في لا شغل؟ لا، هي الستات بالذات عشان بيشتغلوا كتير. بايديهم كتير بالذات. اللي بيغسل على ايده. المواعين. فبيحصل اختناق في الاعصاب اللي عنده في الفلاحين، وعنده حيوانات وبيحلبها حاجات زي كده. اللي بيكتب على اله كاتبه، اللي بيستخدم ايديه بصوره يعني اوفر عن الطبيعي، او راجل بيشتغل بايده كتير.
حلو. يعني نجار، سباك، حد بيشيل، حد من اللي بيشتغلوا في الشوارع وفي الرصف الطرق. يعني ايا كان، والعصب باختصار ممكن يتخنق هنا. طب هيكون معنا صور دلوقتي، احنا بيحصل ايه دكتور؟ تسليك التسليك نوعين، يا بالجراحه يا بالمنظار. أوكي. انا بشتغل ده وده. معنا دبل صور، دبل منظار. يعني منظار يعني ايه؟ هي نفس العمليه اللي بتعمل بالجراحه. أوكي. بس تعمل بفتحه صغيره قوي، نص سنتي زي ما حضرتك شايفه. بتتعمل هنا، ما بقاش فيه الجرح ده كله، هو جرح صغير. ده غير الاول خالص يا دكتور. يعني انا بعمل دي وبعمل دي، بس مش باينه خالص. ما بتبانش يعني. بقى دي بقى دي عامله عمليه بقى لها اسبوعين كانت، وفي ايديها الاثنين مره واحده. اوكي. طب بترجع بعد العمليه يحصل اختناق تاني لو استخدمت ايديها برضو؟ مستحيل خلاص. يعني اول ما لو العمليه معموله كويس عمرها ما ترجع تاني. أوكي. سواء جراحه او منظار. هو طب الحاله دي يا دكتور كانت ده ايه؟ ده كان راهب من الدير، وكان عنده مخنوق عند كوع، وكان صوابعه الاثنين دول بيناملوا وخسوا، وكان من كتر السنده على الحاجات، والعصب ده بيعدي هنا زي ما انت شايفه. الفتحه سنتي العمليه. أوكي. دي فتحه الجراحه فيها الصح 16 ل 18 سنتي. فده بيفرق كتير قوي. كان الاول من لكن دلوقتي منظار. لا لسه بيتعمل. انا بعمل بالمنظار. طب ايه الفرق؟ يعني انا دلوقتي لو جيت لحضرتك، يعني مين تعمله بمنظار ومين تعمله عملية؟ اي عصب مخنوق ممكن يتعمل بالجراحه او بالمنظار، بس المنظار فوائده كتير ومعروفه. جرح صغير قوي، نفس النتيجه باينه، دي الجرح اهو. يقدر يشتغل بعد يومين ثلاثه. لا انا مش قصدي يا دكتور، انا قصدي حضرتك بتحدد العمليه تكون منظار او طبيعي، ولا على حسب ما اختيار المريض؟ زي ما جيلك مريض عنده المرارة بتقولي له هعمل لك المرارة يا اما احنا بنقوله بس. ولكن في ناس لازم نعمل لها جراحي يكون موضوع اكبر. لو العصب مقطوع. لكن مخنوق لا مخنوق. ده تسليك زي المرارة. المرارة السيمبل او اللي بيشتغلوها دكاترة المرارة. دلوقتي الترند باغلبهم بيعمل ايه؟ بالمنظار. بالمنظار قليل اللي بيعمل بالجراحة، او في ناس بتعمل. لازم عشان تعمل بالمنظار تكون بتعرف تعمل جراحة كويس. اكيد لازم. ده اي بي سي في المناظير. بعد ما بيعملوا العمليات دي، تسليك او قطع، بيمارسوا حياتهم الطبيعيه سواء تسليك او قطع في العصب؟ لا، التسليك حاجه والقطع حاجه. التسليك يعني العصب شغال كويس الى حد كبير قوي. بتعمله العمليه، التمييل بيخف، بيقعد كام شهر ياخد ادويه كمان، يعمل شويه علاج طبيعي لو وخلاص. محتاج وخلاص. لكن عصب مقطوع يعني الوظيفه مفقوده من الاول. بتخيط العصب وبتستنى زي الضفيره. يعني انت بتجيب واحد عنده الفانكشن زيرو، بتعلى بيها ال 50-60%، بتاخد سنه او شهور او سنين. المهم في تلك الحالتين الناس اللي كانت بتخاف ان الحاله ترجع تاني ما بقاش موجود، بقى العمليه بتتعمل. والناس ما زال عندها المعتقد ان ده اسمه تسليك شرايين. ما انا لسه بقول من شويه تسليك لو خنق في الاعصاب. عصب، كلمه عصب يعني تنميل، شريان يعني دم. اوكي. ولكن تسليك بس مش شرايين. انت نورتنا يا دكتور واسعدتنا ودايما في نجاح. واحنا عارفين طبعا مشغولياتك، وبنشكرك على الوقت اللي بتفضيه عشان نقدر ناخد منك على قد ما نقدر ونفيد كل المشاهدين. ربنا يخليكي. ميرسي. ده بنشكر. ميرسي يا دكتور. بنشكر دكتور باهر مدحت لبيب، دكتوره جراحه ومناظير المخ والاعصاب والعمود الفقري والجراحات الميكروسكوبيه ومناظير الاعصاب الطرفيه بكليه الطب جامعه الاسكندريه. وانا كمان بشكركم. فاصل نرجع لكم مره ثانيه. اهلا بكم من جديد مع 7 دكتورز، والحلقه اللي الناس كلها مستنياها. ناس كتير قوي الفتره اللي فاتت فهمت يعني ايه اكسجين نشط، وفي ناس لسه مش على درايه بالعلم ده او بثقافه العلم ده. قد ايه ممكن حاجات احنا ما نسمعش عنها كتير ولكن ممكن تعمل انجاز كبير جدا، منها الاكسجين النشط. يعني ايه اكسجين نشط يا جماعه؟ وازاي كم جلسه منه ممكن يقيني من مضاعفات السكر؟ يعني انا عايش مع السكر بقالي كتير قوي، ممكن رجليا توصل لقدر الله البتر، ممكن يحصل لي مضاعفات في الاعصاب، حاجات كتيره قوي، كلى، شبكيه، حاجات كتيره ممكن يعني تدمر لنا حياتنا ونبقى شخص محكوم عليه يعني بانتهاء يعني ملذاته في الدنيا، ان هو يشوف، ان هو يتحرك طبيعي، ان هو يكون رجليه موجوده واطرافه طبيعيه، ما يبقاش في حد مسنده ولا يمسك عكاز. ان انا اعمل كام جلسه من الاكسجين النشط
اقي نفسي من كل المضاعفات دي؟ ان حد ممكن يكون واصل للبتر ولما الدكتور يقول له روح لدكتور نادر هتعمل كام جلسة اكسجين نشط ممكن نوصل للمعجزة ان احنا ما نعملش بتر للجزء ده من رجليك، خصوصا كمان ان الاكسجين النشط داخل في كل حاجة، الامراض المناعية ده في مفاجآت داخل الفقرة هنشوفها النهاردة بجد هتبهر ناس. وفي حاجة انا هشهد لدكتور نادر عليها ان هي يعني من اهل بيتي انا بعتها له وبصراحة كانت معجزة بعد ربنا سبحانه وتعالى. بس خليني أرحب بوجوده معنا في 7 دكتورز، دكتور نادر المصري طبيب القلب واستشاري العلاج بالأكسجين النشط. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أنت عارف إن أنا بحبك قوي. وأنا كمان والله. وحبي بيزيد لما تبقى سبب لأن الناس بتدعي لي. الحمد لله الحمد لله يا رب. فكل اللي بيشوفك بيدعي لك وحتى لو مش قدامك الناس من وراك فكانتش بتتحرك بتتحرك بتدعي لك. الحمد لله. ايه رايك نعرف الناس الاول؟ يعني ممكن يكون حد بيشاهدنا لاول مره مش فاهم يعني ايه اكسجين نشط، وللاسف في ناس مش عارفه يعني ايه اكسجين نشط ومش عارفه قد ايه هو بيعمل يعني معجزات بجد. طبعا كله بايد ربنا طبعا، ولكن ده علم واحنا لازم نلتفت له. طيب الاكسجين النشط مبدئيا هو اكسجين فائق النشاط، بمعنى هو خليط من الاكسجين والاكسجين النشط اللي هو 3 ذرات. حل. الاكسجين العادي بتاعنا 2 ذرات، الاكسجين النشط هو 3 ذرات. لما بيدخل الجسم هو بيشتغل على مستوى كل خليه موجوده في جسمنا، مش بيشتغل على عضو معين. لا، كل خليه موجوده في جسمنا هو بيبدا ينشطها فبيزود كفاءتها. يعني اللي شغال بكفاءه 50% يبقى 70%، اللي شغال ب 70 يبقى 80 او 90%. لما كل اعضاء جسمنا كفاءتها تزيد يبقى الحاله العامه بتاعتنا كلها تتحسن، المجهود والنشاط والحركه كل ده يبدا يتحسن. حلو. الامراض بقى اللي بيخش فيها الاكسجين النشط احنا مش طب بديل، احنا طب تكميلي. يعني الطب اللي احنا اتعلمناه طول عمرنا هو ده الطب اللي اتعلمناه، بيجي في وقت معين ما بيجيبش نتائج، بيكون خلاص واقف في حيطه سد. الاكسجين النشط لما بيدخل هو بيجيب نتائج ولله الحمد ونتائج كمان كويسه جدا جدا. فحسب مثلا لو هناخد حاجه زي السكر، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي مثلا على السكر، السكر مش مشكلته في السكر، السكر يتعالج بانسولين باقراص بدايت. لو اتظبط خلاص مشينا. بس مضاعفات السكر هي المشكله. صح. مضاعفات السكر ان هو يعمل تصلب شرايين لانه بيخلي الكوليسترول السيء ال LDL يترسب جوه الشرايين والاورده فيضيقها. لما يضيق الشرايين والاورده يعني كميه الدم والاكسجين مش هتوصل. حل. ما توصلش بقى للاطراف فيبدا يحصل الالتهابات الطرفيه، عدم الاحساس بالاطراف، التنويل والشكشكه والحرقان والبروده الشديده. المريض وهو ماشي ممكن يتعور فيحصل جرح صغير فالبكتيريا تنشط فتبدا تاكل في الخلايا لحد ما يبدا يشيلوا اجزاء منها. ما يوصلش للعصب البصري والشبكيه فالنظر يضعف، ما يوصلش للمخ فالذاكره تقل، ما يوصلش للكلى اللي هي اكتر حاجه بتشتغل فتبدا انزيماتها تعلى. الاكسجين النشط اول حاجه بيعملها ان يدوب الكوليسترول والدهون فيوسع لي الشرايين. هي جلسات بتدخل جلسات جوه الجسم. تدخل الجسم مع الاكسجين الطبيعي بتاعنا، بس ده بقى مضاعف وده يعني 3 ذرات بدل الذرتين اللي موجودين. 3 ذرات. حلو. فيبدا اول حاجه يعملها ينشط الخليه، ثاني حاجه يدوب الكوليسترول والدهون فيخلي كميه الدم والاكسجين توصل ديليفري للخليه يوسع في احسن ده بمعنى صح بيوسع الدنيا جوه يوسع كل حاجه بالظبط كده، يخلي كميه الدم توصل لكل مكان موجود. حلو. فوصلت للرجل يبقى الشكشكه والتنميل والحرقان هيبدا يقل في مضاعفات السكر. هيوصل للعصب البصري والشبكيه النظر يتحسن ويبدا الناس يشوف تاني. صح. يوصل للمخ الذاكره تتحسن. يوصل للكلى والكبد فانزيمات الكلى والكبد تبدا تتحسن. الجروح اللي موجوده بدل ما الدكتور كل شويه بيبدا ما فيش حاجه قدامه غير ان هو يشيل الجزء الميت لحد ما يوصل لمرحله خلاص هو مش قادر يعمل حاجه فلازم يعمل بتر فوق الركبه. لا، الاكسجين النشط لما وسعت الشرايين يعني يبقى الدم وصل تاني للمكان، البكتيريا نفسها اللي كانت بتنشط ديت الاكسجين النشط وبيقتل كل انواع البكتيريا. صح. الهوائيه ولا هوائيه. انا فاكره حاله مع حضرتك كانت انا دي شفناها مره تقرير، كان هو حتى بيتكلم بيقول خلاص انا الدكتور قال لي هنجرب جلسه الاكسجين النشط لو ما كانش كده هيحصل بتر. يبقى لازم بتر. وحضرتك عملت كام جلسه؟ الموضوع الخلايا كانت غرغرينه ابتدت تقفل وتهدى. بالزبط. الموضوع بقى غير كده خالص. بالظبط. البكتيريا بدات تموت، الخلايا بدات تنشط تاني لان الدم وصل لها فبدات يحصل التئام للجرح اللي موجود. بدا يتحسن. المريض نفسه بدا يحس برجله تاني، يعني الاحساس بالرجل تاني بدا يحس بيه تم مره اخرى. فبدا كل ده يتحسن لدرجه خلاص القرار بدل ما كان بتر فوق الركبه لا هو ماشي على رجليه عادي. طب نطمنهم حاجات تاني مضاعفات السكر، وهي ان انا ممكن ادوس على حاجه وانا مش حاسه باطراف رجلي. هو ده اللي بيحصل. هو معظم ده قبل المرضى بقى البتر ده بقى. معظم المرضى هو اللي حصل له كده وهو ماشي مسمار دخل في رجله او حاجه عورته مش حاسس اصلا، هو مش حاسس بيه، اطرافه منمله. بيجي يقول انا ما خدتش بالي الا تاني يوم مثلا. أوكي. لقيت دم في الشوز او في الشبشب مثلا. فهو عرف انه اتجرح من قبلها بيوم،
فمش حاسس خالص بيها، فبيبدا البكتيريا تنشط، فبيبدا بقى نشيل الجزء اللي ميت، نشيل الجزء اللي ميت لحد ما تتشال اجزاء من الرجل، لحد ما توصل يتعمل دوبلر طبعا الدم مش واصل، وبالتالي خلاص يبقى هو ما فيش قدامهم حاجه ان هم يعملوا البكتيريا اللي موجود. طب احنا هنكمل الكلام الجميل قوي ده معاك، بس هنخرج لتقرير ونرجع لكم مره ثانيه. تجارب الشفاء بمضاعفات السكر والقدم السكري. كانت حالتي الحمد لله يعني ما كانتش قد كده في الاول خالص اول ما جيت، وبعدين استخدمت هنا الاكسجين النشط، فالحمد لله الحاله اتحسنت الى حد كبير، وحتى كان في حاجه بسيطه كده في المشي شويه عرقله شويه ابتدت تتحسن الى حد كبير، وبقيت امشي عادي خالص. حاسس ان الواحد الحمد لله بقى يعني الى حد كبير او نشط جدا كويس، الى حالة كبيرة، مفيش عنده حتة الكسل، منعنش كده على طول فايق. انا كان عندي تنميل في جسمي والسكر كان زايد عندي، وحاجات كانت بتحصل لي يعني كده من السكر، رعشة وكده. فجيت للدكتور نادر المصري، شفته على التلفزيون وجيت له، فالحمد لله تحسنت، السكر بتاعي في النازل خالص، والتنميل اللي راح من جسمي خالص والحمد لله، برضو والرعشة اللي كانت تجيني الحمد لله. أنا كنت معاملة نظارة بلبسها، فمن ساعة ما خدت الأكسجين النشط بإذن الله قلعتها وما بلبستهاش تاني، النظر اتحسن والحمد لله. جاني السكر من 2015، وكنت بعاني من حاجات كتير، تنميله في الايدين في الرجلين، وفقدت نظري لفتره كبيره، وفجاه قاعده قدام التلفزيون فحضرت حلقه للدكتور نادر المصري، فقلت اجرب يعني الحمد لله. فرحت خدت اول جلسه، ثاني جلسه الحمد لله جيت عليها وتحسنت على نظري 100%، بقيت اشوف الحمد لله دلوقتي بمشي وبقوم وبتحرك. من فتره كنت ماشي عادي في الشارع ودخل مسمار في رجليا، قعدت فتره كبيره اتعالج منها، والحمد لله جيت على الجلسات وخفيت، ودلوقتي بقيت امشي واتحرك وبقوم واقعد والحمد لله، يعني بنام نوم طبيعي وكويسه الحمد لله يعني. ووصلت لدرجه اني كانت رجلي جهه الشارع يعني الحمد لله. يعني حضرت حلقتين ثلاثة كده للدكتور نادر، فقلت أجرب يعني مش هخسر حاجة الحمد لله. فجربت الحمد لله، جابت نتيجة والحمد لله بقيت أحسن من الأول، وبنصح أي حد يجي يجرب مش هيخسر أي حاجة، واتكل على الله الحمد لله. عندي سكر بقالي فترة، وبدأت من أعراض السكر رجلية فيها تنميل، والحمد لله خدت الجلسات والحمد لله فعلا حسيت بتحسن، دخلنا في 90% تحسن الحمد لله، التنميل بدأ يروح الحمد لله. ورجعنا لكم من جديد. وعلى فكره في الافات المرضى، ويعني معانا الافات التقارير ما شاء الله، يعني العدد بيزيد. احنا المفروض ندخل على المناعه، ولكن انا هتوقف في نقطه اللي انا قلت اشهد بيها لحضرتك، لان الموضوع ده انا لازم اتكلم فيه، لان انا وعدت السيده اللي عندي في المنزل. جماعه كان في مره كده عندي يعني حد من سكان العماره وتعبت جدا، والحساسيه قافله صدره، ودوها المستشفى وحطوها تحت اكسجين وكده، خلاص اللي هو الحلقة بعتها للدكتور، وهي اصلا حتى ما كانتش عارفه توطي تلبس حاجه وما كانتش عارفه تتحرك. الدكتور اكتشف ان اصلا كان في جلطه. والست دلوقتي والله العظيم يا دكتور واشهد قدام ربنا، انا كل ما بقابلها تحت العماره انا ببوس راسي وتدعي لي وتدعي لك، لان كم جلسه من الاكسجين النشط اولا خلى الحساسيه، العلاج بقى عادي سبحان الله. انا ذات نفسي سامعه وشايفه وكده، بس عارف لما يبقى حد قلب بيتك
لا الموضوع كبير يا جماعه، ولما يبقى كان في جلطه، يعني كان في جلطه والجلطه طبعا سايبه متقله الجنب كله، وحضرتك قلت لي ميري ده كان في جلطه، وحتى لما راحت المستشفى ما حدش اكتشف، كله مركز في الحساسيه لان هي مريضه حساسيه. فخليني على الهواء اشكرك وأقول لك ألف شكر، شكر لله الحمد لله إن ربنا كرمنا وده غير إن الدكتور يعني عامل الموضوع ده لوجه الله بكل صراحة برضو، يعني لازم أقول كل حاجة. ندخل بقى على المناعة والأمراض المناعية، يعني المناعة دي لما بيحصل فيها خلل بنلاقي حاجات كتيرة قوي إحنا يعني ممكن نكون حتى أول مرة نعرفها، طبعا منها طبعا البهاء ومنها الأمراض الجلدية. ففي حالة انا فاكره ان انا قبل كده عملت معاك فقره والبنوته دي كلمتنا وبصراحه يعني فضلت تدعي لنا، طبعا الدعوه تبقى ليك من الاول ومن الاخر بعد ربنا. الجلد كله يا جماعه كان للبنت متقشر، وهنشوف التقرير معانا، عايزاك تكلمني عنها بالتفصيل شويه للي ما شافش الحاله دي معنا قبل كده. طيب الامراض المناعيه معناها ان الجهاز المناعي بيعمل اجسام مضاده المفروض تهاجم اي شيء غريب يخش الجسم، هو بيحصل خلل فيه فيبدا يهاجم الجسم. حل. فحسب هو بيهاجم ايه، فممكن في حالات الحساسيه مثلا بتاعه الصدر هو بيهاجم خلايا في جسمنا اسمها الماست سيل اللي بتطلع ماده الهستامين فتعمل حساسيه الصدر وحساسيه الجيوب الانفيه والاكزيما والحكه والصدفيه. في حاله ايه هي مرض من امراض المناعه صدفيه بس كان مرض نادر شويه، لان اول مره جت ايه فيها هم جايبين لي فوطه فتحوها لقيت فيها جلد وضوافر، فبقول لهم ايه ده؟ جلد وضوافر. جلد وضوافر، فبقول لهم ايه ده؟ كانها كانت في مصيف مثلا والجلد كله متقشر. لا يا ريت بقى، مش الجلد اللي بيقشر كده، لا جلد بيقشر جلد تخين. يا خبر. يعني حتى هي والدتها كانت قالت عامل زي رجاج الفطير، تخين فعلا يعني. فلقيتهم بيدوني ده بقول لهم ايه ده؟ قالوا لي هي كده، كل اسبوع الجلد ده كله يقع وبعدين يطلع جلد جديد وبعدين يقع تاني بعد اسبوع. لفينا كل حته وراحوا لحد حدود ليبيا في حته اسمها عين كسفريت او حاجه زي كده، فساعتها ما حدش كان عارف يشخصه كويس، فانا حتى خدته وبعته لبعض الدكاتره زمايلي خارج مصر عشان نعمل حاجه اسمها ديفرنشال دياجنوزيس، ايه التشخيصات المحتمله للمرض ده. حلو. فتوصلنا ان هو مرض من امراض المناعه، فعشان كده قلت لهم لا ان شاء الله طالما مرض من امراض المناعه ان شاء الله هيبقى نجيب نتيجه. فلقيت البنت عماله فرحانه وبتتنطط، فبسالهم بقول لهم ليه؟ قالوا لي ما هي ما بتروحش مدرسه، ما بتعرفش تطلع من البيت لان شكلها بيخافوا منه. الاطفال التانيين بيخافوا منه، لدرجه ان الدكاتره حتى اللي بتحجز في مستشفى بيخافوا منها من شكلها. طب ايه رايك نشوف الفيديو ده؟ لان يعني اي حد هيبقى قاعد دلوقتي هو متشوق يشوف الحاله اللي احنا بنتكلم عليها قبل وبعد، وخلونا نشوف الجمال اللي حصل طبعا، والاكسجين النشط قد ايه ليه سر كبير جدا الحمد لله في الشفاء طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. شوف التقرير ورجع لكم مره ثانيه. أنا أم آية محمود حسن من بني مزار، مركز بني مزار. إحنا بص يعني تعبنا من حالة آية، لفينا بقى في جميع الدنيا كلها لحد ما رحنا بقى على حدود ليبيا في بير اسمه عين كبريت، وزغنا بقى على جميع الدكاترة. آخر حاجة شفنا الدكتور نادر على التلفزيون، الله يبارك له الله يبارك له الله يبارك له، يعني كان السبب في شفاء آية. آية شوفوا حضراتكم صورها في الأول ما تتخيلوش هي دي اللي موجودة معايا. آية بالفضل والجميل لربنا وللدكتور نادر لما عمل لها جلسات الأكسجين وعملها لها في الدم وخدتها، رجعت حالتها طبيعية، ما كانتش بتروح مدرسة، ما كانتش تقدر تفضل في وسط حتى عيال تلعب، يعني كانت تتخزق إن هي تطلع في وسط عيال. قعدنا بقى في مستشفى السوزان 15 يوم، أقسم بالله الدكاترة ما كانوا بيرضوا يجربوا عليها عشان يدوها، كانوا بيبقى خايفين من شكلها وخايفين من منظرها. كان جسمها بيغير لا يقل عن في الاسبوع مرتين ثلاثه جلد، جلد فظيع زي رجاج الفطير، جلد تخين. ومنظرها كان تبص له تخاف من شعر راسها لحد ضفر رجليها، ضوافرها بتاع ايديها ورجليها كانت بتتخلع، يعني كل 15 يوم ضوافرها تتخلع. جسمها بيرجع اكن الطفل جديد مولود، تمشي ايدك على جسمها كده كان يبان العلام. الفضل والجميل لربنا وليك يا دكتور نادر، انا بشكر حضرتك الله يبارك لك، وايه ها هتشكر حضرتك، هي ايه هي، اشكر الدكتور نادر. دي ايه يا دكتور؟ بص بسم الله ما شاء الله، احنا من رمضان مبطلين الجلسات، بسم الله ما شاء الله. بص اتفضل يا دكتور، بقت تمام التمام. بص اتكلمي يا ايه. تمام عليك. على صوتك. تمام.
ايه يا دكتور، انت حضرتك كنت عارفها وشفتها حضرتك يا دكتور، كانت هي وكانت الدنيا كانت ملخبطه معاها خالص، ما كانتش راجعه على اي علاج من ساعه ما خدنا الجلسات. بسم الله ما شاء الله عليها، اقسم بالله ما بناخد جلسه ولا بنحط لها اي حاجه دلوقتي، وامورها تمام التمام. بعد ما كان بيطلع جلد وقشره وحاجات كتيره في جسمها، دلوقتي الحمد لله رب العالمين بقت 100 فل و14، ولا في جلد بيطلع في ايديها ولا في رجليها ولا شعرها، ده ما كناش بنعرف نصرحه لها باللي كان فيه. والحمد لله بتروح المدرسه دلوقتي وبتمشي في وسط زمايلها وامورها تمام. كان الجلد بيطلع زي زي رقع الفطير كده، بيطلع كتير، وكان بيطلع طريقته تطلع يجي تاني اسبوع يجدد على طول بعرضه مستمر، ومهما كنا بنديها علاج او حاجه ما كانش بيأثر معايا. من ساعه ما جينا هنا وعطيناها الجلسات الفضل يجي من ربنا، وليك صراحه يعني هي امورها تمام تمام من اول رمضان، اقسم بالله ما بنديها اي جلسات يعني من قبل ما يخلص رمضان بيومين او بثلاثه، هي امورها تمام خالص خالص. ايه تكلمي بقى، ها قولي انا بقيت حلوه وجميله، قولي اه يلا يلا. دكاترة بتلف كل المحافظات، دكاترة معاكم في كل مكان، دكاترة ما بتتأخرش عن حد خالص، وكلهم في نفس المستوى الخبرة والعلم والثقافة وكل حاجة. يعني هو بروتوكول علاج بيمشوا عليه، لو دكتور نادر في محافظة والدكاترة التانية في المحافظة اللي انت فيها، هما بيعملوا ميتنج مع بعض حتى لو على التليفون، بيشوفوا ايه اللي بيتم وايه احسن، ايه احسن جلسات ممكن تتم مع الحالة. طبعا هنقول لمامة اي الف مبروك، واللي انا لاحظته ان شعرها ما شاء الله طول، البنت كمان بتكبر، الاكسجين النشط ده بيعمل روح وحياة، يعني تحس كده ان هو دخل على البنت وشها متغير، والحمد لله الجلد بقى طبيعي. ممكن ينشج انتي ايجنج، مضاد للشيخوخه، اه فهو بيجدد الخلايا كلها. يعني انا ممكن اجي دلوقتي ما عنديش طبعا حاجه اجدد الناس اللي هي بنشوفها اه الناس اللي احنا صغيره وهم كبار اصلا، هم بالظبط كده. أيوة. في حتى في بعض منهم طلع قال ان هو بياخده، ده السر بتاعه ان هو بياخد الاكسجين النشط، ان هو ملوش اثار جانبيه بالمره، صفر اثار جانبيه، وفي نفس الوقت هو بيحسن كل حاجه، بيحسن انتي ايجنج، مضاد للشيخوخه، بيحسن الحاله العامه، بيحسن المود بتاعنا، لانه كمان بيفرز هرمونات السعاده، سيروتونين والدوبامين والاندروفين، وبالتالي المود بتاعنا يتحسن، النوم بتاعنا يتحسن، الاستريس اللي احنا فيه يبدا يقل، كل ده يبدا يحصل. احنا طبعا مش عارفين نقول لحضرتك ايه، كان نفسنا الفقره تكون اطول، وميرسي جدا على الحاجه الانسانيه اللي انتوا بتقدموها ال 50%، لان طبعا انتوا عارفين ان في ناس بتبقى الامكانيات على قد، وحتى على فكره من غير حاجه بامانه، ودي حاجه اشهد بيها برضو، ان الجلسات مش الاسعار الباهظه الغريبه، لا جلسات عاديه ممكن اي حد يقدر يعملها الحمد لله. وطبعا الاكسجين النشط بيعالج حاجات كتير قوي، هنتكلم عنها ان شاء الله في الفقرات الجايه. بنشكر دكتور نادر المصري طبيب القلب واستشاري العلاج بالاكسجين النشط، وانا كمان بشكركم، اشوفكم على خير ان شاء الله.